بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين متابعيني على قناة الصحة والجمال في برنامج صانع الأمل. صانع الأمل برنامج متخصص في التأهيل المهني لذوي الإعاقة، برنامج متخصص في مبادرة إعاقة بلا بطالة، برنامج متخصص للوعي المجتمعي عن الإعاقة من جميع الأطراف بتاعتها. الحلقات اللي قبل كده حاولنا نخوض في جوانب الإعاقة بهدف التوعية المجتمعية ولو بحد أدنى معرفي عن مجالات الإعاقة. قبل ما أبدأ البرنامج وأستقبل ضيوف الأعزاء، أنا حابب أتكلم في نقطتين مهمين جداً. النقطة الأولانية هو شكر وتقدير. الشكر والتقدير الخاص بصفحة ملتقى مبدعي منظومة التعليم. الأدمن بتاع الصفحة ديت أستاذتنا الفاضلة الأستاذة دعاء السيد وأخويا الأستاذ خالد الهلالي. بصراحة في الصفحة ديت نزل بوست من حوالي أسبوع بيتكلم فيه عن القيم وإيه هي أهم القيم التي يجب أن تغرس في مرحلة رياض الأطفال. فزمايلي طبعا في الجروب اللي اتكلم عن النظافة، الأمانة، الصدق، النظام، أنا علقت بحاجة تانية خالص. أنا علقت بمصطلح بسيط وهو الحب. أنا دلوقتي كمدرس أو أخصائي لو غرست قيمة الحب في الابن الصغير أنا كده امتلكته، هيقدر ياخد مني كل حاجة بعد كده من خلال الحب، لأنه لو حبني فأنا سيطرت عليه عاطفيا ووجدانيا وأصبحت بالنسبة له قدوة حسنة. فأنا أشكر الجروب ده وفي نفس الوقت أتمنى منه المزيد والمزيد من التقدم والرخاء. في موضوع تاني مهم جدا بقى برضو قبل ما استهل الحلقة، موضوع بما اني انا من المنصورة والمنصورة فيها مشكلة بسيطة جدا. المشكلة ديت بتخص مجال الإعاقة برضو بس بشكل اخر، الحوادث الطرق وفي نفس الوقت مداخل المنصورة من ناحية مثلا القاهرة من ناحية سلكة وكده وانا جاي من القاهرة، او من ناحية اسكندرية لو انا بعد على جمصة، او من ناحية مثلا بلد صديق العزيز اللي انا بعزيهم من خلال برنامج ده عائلة الإليني في وفاة خيرة ابنائها. الاسبوع اللي فات عندهم ولدين حديث العهد صغيرين لقوا بمسرحهم نتيجة الحادث، فانا بنعيهم دلوقتي وبقوا طالب وبقوا ناشد. الدكتور المحافظ او اولي الامر في او القيادات في المنصورة تهتم بالملف ده، لان في قاعدة فقهية كده بتقول درء الخطر يفضل على جلب المنفعة. ايه اللي يخليني اعمل طرق جديدة واساسا الطرق الاساسية اللي عندنا في المنصورة بالذات سيئة سواء من ناحية الانارة؟ مين المسؤول عن الموضوع ده؟ يعني هسأل سؤال ومش هتكلم تاني، هو بيجي له نوم ازاي والوضع ده موجود وفي حالات بتموت وفي حالات بتتعرض للإصابة واحنا العلاج الطبيعي اللي احنا مستضيفين القامات بتاعته دلوقتي مكلف؟ فيا جماعة أرجوكم، أنا بتكلم من ناحية بحب مصر وبحب القيادات وبتمنى ان مصر باستمرار تبقى للافضل وللاحسن، وانا دوري كابن من ابناء المنصوره اللي بحب بلدي بجد اناشد السيد المحافظ انه يهتم بالملف ده واشكره. ونبدا بقى نخش في الحلقه. الحلقه النهارده يا جماعه انا جايب قامات من في مجال العلاج الطبيعي. القامات دول نماذج من صانع الامل. القامات ديت نماذج حية لبس روح الأمل لكل أب وكل أم لابنهم المعاق.
اسمح لي ان اقدم القيمه الاولى. طبعا الدكتور رامي قاسم، اخصائي العلاج الطبيعي وتاهيل الاطفال، مدير بمجموعه مراكز علاجي للتاهيل الاطفال. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذ خالد. والحبيب الغالي الاستاذ الدكتور الفاضل ابراهيم سالم، اخصائي العلاج الطبيعي برضه والتاهيل الاطفال، مدير بمجموعه مراكز علاجي لتاهيل الاطفال. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك استاذ خالد. نبدا كده، انا راجل مش متخصص، انا راجل عمي قاعد في الشارع، عاوز اسالك سؤال، يعني ايه العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي هو مجال علاجي، يعني الهدف منه ان احنا بنحدد المشكله، ده في الاصل في العلاج الطبيعي تحديد المشكله ومنع او منع حدوثها، يعني تحديد المشكله لعلاجها او منع حدوثها، لعلاجها باستخدام وسائل طبيعيه، وسائل فيزيائيه زي التمرينات العلاجيه، زي تحريك الانسجه او استخدام الوسائل الفيزيائيه الكهربائيه او كمان العلاج المائي. طبعا العلاج الطبيعي ممكن نقول ان هو كان بدايه العلاج اصلا في التاريخ، يعني حتى إيبوكرات اللي هو الاطباء يعني القسم بيقدموا قسم اللي هو قسم إيبوكرات بيسموه ابو الطب. لو احنا رجعنا بالتاريخ لورا هنكتشف ان هو يعني الوسائل اللي كان بيستخدمها في العلاج هي كانت وسائل العلاج الطبيعي، لكن بعد كده العلاج الطبيعي يعني الناس اتجهت اكتر ناحيه الادويه وناحيه الجراحات، ولكن ظهر اهميته اكتر ان بعد الحرب العالميه الثانيه خصوصا. طبعا هو مر بمراحل كتيره، لقوا ان في حاجات كتير جراحات بتتعمل وامراض كتير ملهاش يعني وسيله للتاهيل او العلاج غير العلاج الطبيعي، فبدا الاتجاه ليه اكتر، فبدا يتطور. حتى هم بيسموه ان حاجه يعني العلاج الطبيعي مجال طبي، ممكن تقول حاجه زي رفاهيه او كده، لكن لا هو اصل الطب في الاصل. يعني إيبوكرات كان بيستخدم العلاج بالميه، كان بيستخدم العلاج بالتمارين، كان بيستخدم حتى يعني العلاج بالاعشاب من هذا الاتجاه. يعني انا بقى هتدفعني اسالك سؤال بس كمان شويه كده. اتفضل. دكتور رامي اخويا وحبيبي، وانا بحبك قوي على فكره. انا يعني ليا الشرف بوجودي النهارده. الله يخليك يا فندم. انا والدكتور ابراهيم زميلي في ضيافتك. الله يخليك. وفي ضيافه مبادره اعاقه بلا بطاله. ربنا يحفظك. الله يخليك. اسمح لي انا حابب اسالك سؤال، ايه هي الاعاقات اللي بيبقى لها علاج طبيعي الشائعه في مصر؟ تمام. انا مش هتكلم الحاجات اللي هي النادره او كده، لا، ايش بحكم شغلك وخبرتك الاعاقات اللي احنا عاوزين نعرف المجتمع بيها الشائعة، ايه هي يا فندم؟ والله هو في اعاقات حركية كتير موجودة في مصر. نقدر نقول من اشهرها على الاطلاق هو الشلل الدماغي او المعروف باسم السي بي، ده من ضمن اشهر الاعاقات الموجودة مش في مصر بس، ده يمكن في العالم كله. ونسبة الاصابة بالشلل الدماغي بين الاطفال هي زادت مؤخرا. يمكن كان زمان نقدر نقول ان النسبة كانت طفل لكل 1000 طفل بيتولد مصاب بالشلل الدماغي، نقدر نقول ان النسبة دي زادت مؤخرا وان ممكن تكون وصلت لحوالي 25 طفل لكل 1000. سببها ايه بعد ايه؟ طبعا هي ليها اسباب كتيرة جدا. نقدر نقسم الاسباب لثلاث مراحل. اول مرحلة بنتكلم على اسباب بتكون موجودة أثناء ما الجنين ده موجود في بطن الأم، أو بنسميها المرحلة الجنينية أو مرحلة الحمل. بتحصل مشاكل للأم، الحمل فيه صعوبة، الحمل أصلا ما كانش ثابت، الحمل اتعرضت لأي مشاكل، صدمات، اتعرضت لإشعاعات، خدت أدوية غير مصرح بيها، يعني في العديد من الأسباب. هل التدخين يا دكتور مؤثر في الحالة دي؟ أكيد طبعا. لازم نعرف الناس. طبعا أكيد التدخين مؤثر في الحالة دي. طبعا احنا بننصح أي أم حامل أن هي من قبل أصلا ما تاخد قرار الحمل أنها لازم يعني تعمل زي بروتوكول لنفسها، من ناحية الغذاء، من ناحية ممارسة الرياضة، من ناحية اهتمامها بصحتها العامة. فطبعا التدخين مؤثر جدا وبيسبب مشاكل في الدورة الدموية الخاصة بالجنين، وبيقلل الغذاء اللي هو رايح للجنين. الجنين على فكرة حساس جدا وبيتأثر بأي حاجة الأم بتاخدها، يعني سبحان الله. فطبعا لازم تبقى عاملة بروتوكول لنفسها، حتى لو هي كانت عندها عادات صحية غير سليمة لازم تغير ده كمان من قبل ما تبتدي تحمل. دكتور في حاجة بعد إذنك، يعني إيه مصطلح شلل الأطفال؟
يعني احب مصطلح شلل الاطفال غير مصطلح الشلل الدماغي. ايوه تمام، لازم نعرف مصطلح شلل الاطفال ده عباره عن يعني دي كانت مشكله موجوده من فتره نقدر نقول في التسعينات والثمانينات وما قبل ذلك، وبعدين الحمد لله تقريبا تم السيطره عليها حتى الحمد الان. لله الحمد لله. تقريبا ما عادش فيه اي حالات جديده، كل اللي موجود حالات حاليا هي حالات قديمه بس كبرت. وده عباره عن زي فيروس بيجي بيضرب منطقه في العمود في الحبل الشوكي بنسميها الانتيريور هورن سيل، دي بتبتدي تسبب زي شلل او ضعف في مجموعه من العضلات. طبعا ده للتطعيم بتاعه او الفاكسين اللي هو الخاص بشلل الاطفال، واللي الدوله حاليا مش حاليا ده من فتره بتوفره ضمن البرنامج الخاص بتاعها للقضاء على مرض شلل الاطفال. اما الشلل الدماغي ده مرض اخر، ودي اصابه بتكون مباشره للمخ، بتيجي في الاطفال قبل سن 3 سنين فيما يطلق عليه بنسميه مخ غير مكتمل النمو او غير متطور، وبتسبب اضطرابات حركيه او مشاكل حركيه، ممكن تسبب معاه مشاكل اخرى يعني ممكن تسبب اعاقات متعدده بس في الغالب بيكون مسببه مشاكل حركيه، فبالتالي هو بيطلق عليه مصطلح الشلل الدماغي او السي بي. طبعا احنا اتكلمنا عن مرحله اللي هي بتسبب المشاكل او المرحله اللي هي اثناء الحمل او اثناء المرحله الجنينيه، في مشاكل تانية ممكن تحصل اثناء الولاده، وده نتيجه بعض الاسباب ممكن تكون من جانب الاهل زي عدم المتابعه الجيده مع الطبيب، ان تكون اصلا في مشكله في الحمل والام مش متابعه وجت المشكله دي الدكتور اتفاجئ بيها اثناء الولاده فسببت مشاكل، استخدام بعض الأجهزة اللي كانت بتستخدم زمان زي الفنتوز أو الشفاط اللي هو بيستخدموه عشان يشفطوا أثناء الولادة. فالحاجات دي كلها ممكن تسبب ضغط على الجمجمة الخاصة بالطفل وتسبب ضمور أو تلف لبعض خلايا المخ. في بعض المشاكل الأخرى اللي بتكون بعد مرحلة الولادة ذات نفسها، الطفل اتعرض لصدمات او لاصابه مباشره على المخ، في اطفال بنسمع انها بتقع من امهاتها، في اطفال مثلا حصل لا قدر الله حادثه، في طفله كانت بتجي لنا المركز وقع على دماغها، يعني كان في بيت بيتهد وقع على دماغها طوب على الجمجمه اثر على فسببت نزيف في المخ وعملت ضمور. في اسباب كتير ممكن الطفل يكون اتعرض لحمى فيروسيه زي التهاب السحائي، سخونيه عاليه، كل الحاجات دي بتاثر على الاطفال. طبعا اللي بيمنع الكلام ده ان يكون في متابعه جيده جدا 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 في جميع المراحل سواء مرحله الحمل او مرحله الولاده او ما بعد الولاده للطفل، وفي حال ملاحظه اي حاجه من العلامات اللي هي بنسميها علامات الخطوره او علامات الحذر لازم ان احنا نستشير الطبيب فورا. طب تسمح لي اسال سؤال ممكن يبقى بعيد عنك شويه او مش عارف، يعني هل كان زمان يعني ايام والدتي ووالدتك كده كان موضوع الولاده الطبيعيه ده موجود؟ حاليا دلوقتي بقى المتعارف عليه الولاده القيصريه، هل الولاده القيصريه اللي هي فتح بطن يعني ديت لها برضو دور في ظهور الاعاقه؟ يعني لما حضرتك بتقول لي اثناء فتره الولاده بيحصل ممكن مشاكل نتيجه للشفط او كده، لكن بالنسبه بقى في حد ذات نفسه الولاده القيصريه دي ممكن برضو لها تاثيرات تطلع للابن عنده اعاقه؟ بص حضرتك، هو طبعا الولاده بتكلم في المطلق على فكره مش في المطلق طبعا يعني. الولاده الطبيعيه ده الطريق الطبيعي اللي ربنا خلقه للولاده، فالمفروض ان الطريق ده هو اسهل وامن طريق للولاده. أيوه. بس للاسف مؤخرا برضو نتيجه نقدر نقول ان التكوين البدني نفسه بتاعنا ما بقاش زي زمان. حضرتك بتقول زمان زمان الستات كانت بتولد عادي في البيت بدون اي مشاكل، دلوقتي تقريبا ما بنشوفش واحده حامل بتيجي تولد الا بمشاكل، ما فيش للاسف يعني ولاده كده بتعدي بسلاسه. الست كانت بتشتغل وعادي لحد اخر لحظه وايه ده اتفاجئت ان هي بتولد، تمام؟ فحاليا نتيجه ظهور مشاكل كتيره جدا بتحصل لكل الستات الحوامل بداوا يلجاوا لقصه القيصريه.
طبعا القيصرية هي أأمن للجنين لأن هو ما بيمشيش في الطريق اللي هو الطريق اللي هو الخروج بتاعه من الحوض والكلام ده، لأن ده ممكن يسبب مشاكل للطفل، فساعتها بيبقى إن احنا نخرجه بتبقى صعبة. ولكن هو القيصرية بيكون ليها مشاكل تانية بقى على الأم ذات نفسها، على الأم وعلى صحة الأم وكده، لأنه ما بتقدرش تولد ولادات كتير زي زمان. هو تعليقا على كلام دكتور رامي، هو سبب الشلل الدماغي ممكن يكون أصلا قبل الولادة، يعني في أسباب تانية بتبقى قبل الولادة، يعني حتى الولادة القيصرية نفسها مش ممكن تمنع السبب ده، يعني ممكن يكون سبب وراثي على فكرة، سبب وراثي ممكن يؤدي لإصابة بالشلل الدماغي، ممكن حصل أي نوع من عدم وصول الأكسجين للمخ قبل الولادة. حتى كمان كانوا الأول مع بداية استخدام اللي هي الولادة القيصرية كانوا بيستخدموها عشان يمنعوا المشاكل اللي هتحصل أثناء الولادة أو بعد الولادة. دكتور إبراهيم اتفضل. أنا بعد إذنك عاوز أحطك في سؤال كده، يعني إيه إحنا أولا يعني عشان نعتبر نفسنا برنامج بقى ونبقى فورمال، لا أنا هتكلم معك كأب صاحب مثلا قضية معينة. أنا ممكن أجي لك دلوقتي، انت لو قلت لي حضرتك الطبيب بتاع ابني، لو قلت لي اديني عينك، انا بكلمك عن لسان حال اي اب، اديني عينك، اديني حته من جسمك كده عشان ابنك هيبقى كويس، انا هعمل كده. تمام تمام بنشوفها مع كل الطبقات. اسمح لي بقى دكتور، اتفضل. في ازمه احنا كاولياء امور خاصه بالتشخيص والتقييم الخطا من بعض الاخصائيين، انا اسف يعني انا انتوا اساتذتي وعلى دماغي من فوق، من بعض الاخصائيين للاستفادة بعدد جلسات أكتر. إيه المطلوب من ولي الأمر عشان يعرف إن الدكتور أو الأخصائي اللي بيتعامل معاه ده صادق معاه أو يعني بيعمل عليه حوارات؟ إيه هو المفروض أنا كولي أمر أو أم أعمل إيه بقى؟ قول لي بالظبط الطريقة. طبعا بداية لازم نقول إن ولي الأمر هو أكتر حد يعني عارف حالة ابنه. أنا آسف السؤال محرك شوية بحكم اللي حضرتك يعني دكتور وكده. نعم. فأنا آسف. ولي الأمر هو طبعا بيبقى أكتر حد يعني عارف مصلحة ابنه، فبالتالي هو المفروض من البداية قبل ما إن هو يعني يسعى لعلاج ابنه إن هو الأول يعني يختار ويسأل المكان الصح اللي هو هيبدأ إن يعالج فيه ابنه. بداية الأول لازم يسأل هو ابنه ده هيتعالج عند مين، أو مين اللي هيشخص الحالة بتاعته، إيه المؤهلات بتاعته، إيه اللي هو دكتور، إيه تخصصه، إيه. في بعض الحالات لازم الطفل يمر على أكتر من تخصص ويكون متابع مع أكتر من تخصص لتأهيل الحالة بشكل كويس وتشخيصها بشكل جيد. لو كان الأخصائي غير مؤهل إن هو يقيم حالة الطفل، طبعا ده بسبب عدم امتلاكه للمؤهلات العلمية الجيدة، الخبرة العملية والخبرة العلمية. لما يدخل العيادة بتاعته لازم يلاحظ هل مدى اهتمام الدكتور بالسؤال عن حالة الابن وتشخيصه بشكل جيد، يعني زي ما نقول من فروم A to Z، يعني عشان يعرف كل المشكلات اللي عند الطفل ويسأل عن حالته وعن تاريخه المرضي وتاريخه العلاجي برضو. دي حاجة. الحاجة التانية برضو يشوف مدى قدرة المعالج أو الدكتور اللي بيتابع الحالة على التواصل مع بقية الفريق اللي هو بشكل حتى لو اتصال تليفوني أو بكتابة التقارير المناسبة، عشان يكون في مش مجرد أنه هو ينفرد برأيه، لأن الفكرة أن في أخصائي أو دكتور ينفرد برأيه دي ممكن تدي انطباع أو تخلي الأب والأم يفهم أن الدكتور ده خبرته مش كويسة، أو أنه هو لازم يكون يعني يتقبل كل الآراء. لازم لما يسمع للأب والأم يعرف منهم مشكلة الطفل كويس، لان اللي بينفرد برايه ده اكيد مش هيشخص الحاله بشكل كويس، ما بيسمعش كويس. وفي للاسف في ناس او في اخصائيين بالشكل ده، لكن المفروض زي ما قلت يكون عنده قدره على التواصل مع كل المتابعين لحاله الطفل. كمان المركز اللي هو داخله او العياده اللي هو داخلها، ايا كان التخصص الطبي، لازم تكون مؤهله ومجهزه بشكل كويس. ده بيدي اطمئنان لولي الامر. طب عندي سؤال بعد اذنك. هل في مجموعه مراكز علاجي قسم او سيكشن كده متخصص في الوعي المجتمعي للاب والام عن الحاله من ناحيه اللي يعرفوهم، يعني سيبك ممكن ولي الامر مش عنده قسط بسيط من التعليم. نعم. فعاوز المعلومه تتبسط له.
بالشكل اللي هو يقدر يبقى ايجابي مع ابنه. عندكم في مجموعه مراكز علاجي الناحيه ديت؟ طبعا احنا يعني بالاضافه لان احنا في الجلسات بنقول دايما للاخصائي اللي بيشتغل مع الطفل ان هدفك انت معلم، يعني انت بتعلم الحركه مش مجرد بس بتعلم الطفل، برضو بتعلم اهل الطفل، وفي نفس الوقت انت برضو يعني مؤهل نفسي. يعني مش مجرد لازم تسمع، لازم تتكلم، لازم تنصح باستمرار، لان طبعا الوعي مش موجود. انت اتعلمت حاجات انت قبل ما تدخل الكليه اصلا ما كنتش تعرف عن الحالات دي اي حاجه، وبعد كده لما اتخرجت بقيت تشوف وبقيت في المجال. فلازم برضو تعلم الأهل طبيعة الحالة بكل صدق بدون مبالغة وبدون إعطاء أمل مزيف أو كاذب. إحنا عندنا في المركز برضو بالإضافة للنصايح دي، إحنا في عندنا القناة على اليوتيوب والفيسبوك، على طول بننزل فيديوهات توعوية ومحاضرات دكتور رام بيقدمها نظرية وعملية، وإن كمان بقدمها ده لتوعية المجتمع وبطبيعة الحالات المرضية. ليه تعقيب معلش قبل ما تسأل، أنا آسف، ليه تعقيب على كلام زميلي الدكتور إبراهيم. طبعا احنا زي ما قلت حضرتك في بداية البرنامج ان هدف برنامج حضرتك هو توعوي. قبل ما نكون احنا في برنامج وشيء طبعًا رسمي طبعًا. احنا بنقدم توعية مجتمعية. فطبعا دكتور ابراهيم قال كلمة مهمة جدا، لازم المكان اللي حضرتك رايحه سواء اي تخصص، انا مش بتكلم على العلاج الطبيعي بس، ان حضرتك تسأل مين هو صاحب المكان او مين هو اللي هيكشف على ابنك ومدى دراسته وتخصصه وخبرته ايه، لان دي جزئيه مهمه جدا. تمام. ما كانتش بتحصل زمان على فكره. عايز اقول لك انها بدات تحصل دلوقتي مؤخرا، ان مثلا حالات تيجي تتصل فتيجي تقول لي يا دكتور معلش انا اسف، يعني انا ليا سؤال، هو حضرتك تخصص علاج طبيعي؟ فالله يا فندم. طب هل اللي شغالين مع حضرتك دول دكاتره علاج طبيعي؟ والله يا فندم كلهم دكاتره ومتخصصين في جزئيه العلاج الطبيعي وتاهيل الاطفال. غير ان احنا كمان بنقوم باعطائهم ورش عمل ورش تدريبيه لتدريبهم على احدث الاساليب. فطبعا دي نقطه كويسه جدا. اسمح لي يا دكتور ابراهيم، انا من خلال برنامج صنع الامل انا عاوز اعمل كده بصراحه، يعني بعد اذنكم انا عاوز ادبسكم على الهواء. ماشي. يعني ايه تقدروا تقدموه من خلال برنامج صنع الامل عرض مميز لاولادنا من ذوي الاعاقه؟ يعني اتفضل. هو يعني انا ودكتور انا عاوز عرض كويس. مش عرض وهمي زي ما الناس. لا مش عرض وهمي ان شاء الله. ما بنقدمش اي حاجه وهمي. متابعين البرنامج، احنا قررنا ان شاء الله الشهر القادم اللي هو شهر اكتوبر جميع الكشوفات والتقييمات وكتابه البرامج الخاصه بالاطفال ان شاء الله هتكون بشكل مجاني في جميع فروع المركز. تمام. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تسمح لي يا دكتور رامي، انا عاوز اكلمك، انا عارف ومتاكد من اللي انت يعني من الاجابه بتاعت حضرتك. اتفضل. احنا طبعا كلنا وكل العالم عانى من ازمه كورونا. طبعا. انعكاسات الازمه ديت على الحاله المرضيه للابناء، واحد، انتوا اتخذتوا ايه كاداره لمركز من احد من اهم المراكز في القاهره في العلاج الطبيعي؟ دي حاجه. الحاجة التانية يعني تواصلتوا مع الأولاد دول إزاي؟ تمام. أولا بالنسبة لأزمة كورونا، دي أزمة عالمية أثرت على العالم كله. طبعا في البداية الناس كان عندها خوف شديد ورعب من الخروج، وأنا مش هكدب عليك إحنا نفسنا كنا خايفين إن إحنا ننزل وإن إحنا نتحرك. بدأنا نفكر أنا والدكتور إبراهيم في وضع حلول خاصة بالأزمة دي. فطبعا في بعض الاطفال او اهل يعني اهاليهم خدوا قرار ان هم يقعدوا في المركز، يقعدوا في البيت سوري، ويقطعوا العلاج. طبعا حضرتك فاهم ان القرار في الوقت ده صعب جدا. تمام. ولي الامر بيكون عنده ازمه اختيار ما بين انزل الجلسات واغامر ولا اقعد في البيت عشان خاطر ابني وعشان خاطر ان انا خايف عليه وكده. فاحنا بدأنا في المركز بأخذ إجراءات احترازية شديدة طبعا طبقا لقرارات وزارة الصحة. ان احنا بدأنا نخلي الغرف العلاجية تقريبا كلها اللي شغال فيها طفل واحد بس مع مرافق واحد بس مع الدكتور بتاعه، طبعا بالالتزام بكل قواعد التعقيم والنظافة ولبس الكمامات والواقيات الوجهية والكلام ده كله. عملنا تقليل لعدد الساعة الاستيعابية بتاعة المركز لأقصى حد
يعني تقريبا كنا ممكن نسمح بوجود 3 بس في وقت واحد، كل واحد في غرفة خاصة بيه، بدل ما كان المركز ان هو ممكن يستوعب قدر اكبر من كده بكتير، اضعاف الرقم ده. ابتدينا كمان نوجه، يعني عايزين نساعد الناس اللي قعدت في البيت او اللي خدت قرار انها تقعد في البيت عشان مصلحة الولاد. احنا دايما عندنا هدف وهو مصلحة الطفل قبل اي شيء، قبل ان ده عمل وان ده يعني مصدر رزق والكلام ده كله. فاحنا عندنا هدف وهو مصلحة الأولاد. طبعا الولد عشان يقطع علاج زي كده، احنا وفي أطفال وصلنا مع المراحل عالية جدا، ويعني كانت خلاص يعني قربت ان احنا يعني قطعنا شوط كبير في العلاج، يعني مجهود سنين. فكون ان هو يقعد في الوقت ده ويبتدي يتراجع ويجي بعد كده يرجع بعد كده حالته صعبة، فابتدينا ان احنا نفكر انا ودكتور ابراهيم ان احنا نبتدي نعمل مجموعة من المحاضرات في شكل بسيط، يعني هو شكل علمي، احنا بنقدم حاجات علمية بطريقة مبسطة بحيث توصل للأهالي. عن طريقها بنوصل رسالتين، رسالة توعوية للأسرة، والرسالة التانية ان انا بعلمه بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن يتم تنفيذها في البيت بدون اي مشاكل وبدون ما تسبب مشاكل للطفل ولا تأثر عليه. في نفس الوقت على الأقل لو مش هتحسن من حالة الطفل فهي على الأقل تحافظ على حالته، بحيث لما يجي يرجع المركز تاني إن شاء الله ما نكونش تراجعنا لورا، يبقى زي ما نكون عملنا خدنا فترة بس هولد كده، أو عملنا يعني وقفة بس، ويرجع يكمل إن شاء الله على خير. طبعا إحنا عملنا أكتر من 30 محاضرة تمام، كلها كان بيتم تصويرها داخل المركز، حاولنا نجيب أمثلة بشكل عملي طبعا. واستفدت منها على في جميع المجالات، يعني في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات والتخاطب والحواس كلها، كل حد متخصص كان بيعمل محاضرات في تخصصه، نظرية وعملية، وعملنا أكتر من حاجات لايف مباشر على الفيسبوك أنا ودكتور إبراهيم برضو، كان فيها مناقشات لمواضيع هامة تخص الأطفال. الكلام ده تم على مدار أكتر من 3 شهور بشكل تقريبا من شبه مستمر. بتابعها يا دكتور؟ ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نكمل. طبعا ضغط الشغل بقى حاليا وضغط العمل حاليا مش مدينا الفرصه دي، بس باذن الله نحاول نكملها حتى لو هيكون بشكل اقل شويه، بس باذن الله نحاول نكملها. اسمح لي يا دكتور ابراهيم هسالك سؤال يعني مختلف شويه برضه. اتفضل. العلاج الطبيعي من الناحيه الاكاديميه ومن ناحية الخزعبلات. طيب. خزعبلات أنا بسمع بقى اللي يقول لك دم حمامة، مش عارف اللي هو الحجامة، الكي في بعض السنترز كده اللي في جسم البني آدم عشان مثلا ممكن يمشي. الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي ولا إيه؟ يعني إحنا أروح لمين؟ أنا كأب يعني. هو الكلام ده بينتج عن حاجتين، الحاجة الأساسية يعني ممكن الحالة النفسية لدى القائمين على رعاية الطفل الأب والأم، ان هم بيدوروا لابنهم على اي علاج، بيحاولوا يتمسكوا باي امل اي اشي حتى لو هو مش مقتنع بيه. يعني انا يعني كنت بشوف الحاجات دي مع ناس على مستوى، يعني ممكن الاول كنا بنسمع الناس اللي هم مستواهم التعليمي اقل او ثقافتهم اقل، لا انا بنسمع برضو ناس مستواهم العالي ودكاتره ممكن ان هم يلجأوا للاساليب دي. الحاجه الثانيه ممكن تكون ناتجه عن ان الاب والام عاوزين يعالجوا ابنهم باي شكل تمام، فبيلجأوا للعلاجات دي. طبعا احنا بنشوف حتى كمان في العلاج الطبيعي نلاقي اب وام مش مركزين مع الابن عند حد معين، لا تلاقيهم بيلفوا على كل الدكاتره، بيلفوا على كل المراكز لانهم بيدوروا على اي علاج. لكن هو الشكل الصحيح ان المفروض الاب والام يعرفوا حاله ابنهم بشكل علمي وبشكل جيد كويس من ناحيه التشخيص، يفهموها كويس، يعرفوا ايه ابنهم هيوصل لغايه فين، يكونوا متأكدين كويس ان ابنهم هيحقق نتيجة بس مش هيحقق كل حاجة هم عاوزينها. زي ما احنا في حياتنا طبعا بنأمل دايما ان احنا نحقق نتائج، لكن مش لازم ان احنا نوصل لكل حاجة احنا بنتمناها تمام. فلازم يكون التركيز مع دكاترة معينين، مركز معين يكون محدد الأهداف بتاعته اللي هيحققها على مدى قصير والمدى البعيد، وده هيجيب نتيجة أفضل من اللجوء لأي وسيلة بدون التركيز على وسيلة، حتى يعني نقول وسيلة واحدة مفيدة أفضل ما إنك تلف على وسائل كتير وإنت مش عارف فايدتها. معلش أنا عندي تعقيب، طبعا أنا شايفك تأثرت بالفيديو المعروض،
يعني ده حبيبنا واخونا الصغير محمود، انت عارف طبعا ان هو في عينينا. بس انا عايز اوجه برضو رساله مهمه جدا، خد بالك الناس اللي بتشتغل بالخزعبلات والحاجات دي بتشتغل على حاجه، وهو لازم يكون في دافع. يعني هم سبحان الله بقى عندهم يعني زي قرون استشعار كده، بيبدأ يستشعر الأب والأم اللي هو عمال يلف وعمال يعمل ده، يقول لك ده بيبقى بالنسبة له خامة سهلة ان هو يضحك عليه، لأن هو عايز يسمع من الدكتور كلمة حلوة أو حل. يعني بالبلدي كده انت جاي عشان انت عايز نضحك يعني عليه. انا اعمل ايه دلوقتي كأب؟ يعني انا لو قالوا لي روح حتى في المكان الفلاني، ما هو اعمل المكان الفلاني، دي بترجع يعني يا استاذ خالد لحاجه احنا اتعلمناها ودرسناها من اساتذتنا الافاضل، وهي اداب واخلاقيات المهن. لازم يكون قبل الشغل في عندي حاجه اسمها اداب واخلاقيات المهن، ده اللي احنا اتربينا عليه، ان انا ما ينفعش اضحك على مريض، لازم اقول له حالته بمنتهى الوضوح بدون ما اجرحه او ان انا اصدمه حتى لو الحاله سيئه، في نفس الوقت ما ادلوش امل زائف. وطبعا لازم ننصح كل الاهالي برضو، يا جماعه احنا بنشتغل في اطار علمي، كل التكنيكات والحاجات العلاجيه اللي احنا بنشتغل بيها دي حاجات مثبته بالدراسات والابحاث، ما اروحش انا اجرب علاج او اشتغل على حاجه تكون غير مثبته علميا وبعد كده اجي اشتكي بعد كده ان انا اتضحك عليا او ان انا اتاذيت او ان انا او ان انا او ان انا. لازم اتاكد ان العلاج اللي ابني بيتلقاه ده علاج علمي، والشخص اللي بيأديه يكون متخصص في هذه الجزئيه. طب دكتور رامي، انا هنتقل بحضرتك لموضوع تاني. اتفضل. العلاج الطبيعي للاشوياء احنا الى حد ما اتكلمنا فيه، لكن تخيل لو جالك اعاقه مركبه، إعاقة ذهنية أو عقلية أو توحد، وعنده مشاكل حركية أو سمعية أو بصرية، حضرتك بتعمل إيه؟ بص يا أستاذ خالد، طبعا أنا عايز أقول لحضرتك إن ده النوع الأغلب من الإعاقات اللي هو بيجي. يعني أنا من النادر لما بيجي حالة تكون إعاقة حركية بس، لا، في الغالب هي بتكون إعاقة مركبة. بغض النظر عن هي شكلها إيه، يعني إعاقة حركية مع إعاقة ذهنية، إعاقة مثلا حركية مع إعاقة سمعية. بنرجع للنقطة دي في حاجة اسمها تيم وورك ثيرابي. يعني لازم العلاج يكون عن طريق فريق عمل. أنا بشتغلش لوحدي، أنا بشتغل معايا أخصائيين ودكاترة تانيين. تمام، لازم يكون في تكاتف، واحنا ما عندناش اي مشكله خالص ان احنا بنروح لتخصص تاني واساله او اقول له حل لي المشكله دي. يعني مثلا ممكن يجي لي طفل يكون عنده مشكله سلوكيه، يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتاثر على العلاج، بروح لاخصائي تعديل السلوك واقول له والله الطفل ده عندي، انا عندي مشكله 1 2 3 سلوكيه، مثلا عصبي جدا، ما بيتقبلش العلاج، بيعيط باستمرار، عايزين نحل المشكله دي، وبنبتدي نحط برنامج سوا. لدرجه ان انا ساعات الاخصائيين اللي هم من الاقسام المختلفه، سواء تنميه المهارات، التخاطب، تعديل السلوك، واحنا بنقعد مع بعض نجتمع ونقعد نتكلم على حاله، مش شرط على فكره كل حاله موجوده، بس ممكن نقعد في المكتب كده، اخبار الحاله الفلانيه ايه؟ طب احنا عندنا مشكله في الجزئيه دي معاه، انه مثلا ما بيسمعش الكلام، مش سلس في التعامل، نتعامل معاها ازاي؟ الخطه العلاجيه بتبقى مرنه اللي انت ممكن تعدلها في اي وقت؟ بص حضرتك، طبعا الخطه العلاجيه احنا بنحطها بعد التقييم دقيق جدا 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 لحاله الطفل. تقييم ممكن ياخد حوالي 45 دقيقه ل 60 دقيقه، بيتم فيها تقييم كل الجوانب الخاصه بالطفل. وبنطلع مجموعه من المشكلات، بيتم حل المشكلات دي عن طريق وضع خطه علاجيه، ورشه عمل مثلا، محكمه. ورشه عمل بتعملوها على انا بتكلم الاول لا مش ورشه عمل، انا بتكلم الاول كعلاج طبيعي، انا عملت له تقييم علاج طبيعي. وبحط الخطه العلاجيه بتاعتي، دي بتكون محدده المده، ليها مده معينه بيطبق فيها، وبعد كده بنعمل إعادة تقييم تاني. لو أنا شايف إن الطفل ده بقى عنده مشاكل أخرى، بيتم إن أنا بعمل ريكومنديشن أو توصية إن إحنا هنعرضه على تخصص تاني. تمام. مش شرط على فكرة يكون أخصائي، ممكن طفل يكون عنده مشكلة مثلا في الجهاز الهيكلي بتاعه، فأقول والله إحنا عايزين نعرضه على طبيب عظام. تمام. وأحيانا كمان بنبعت تقرير بالحالة، وبنبعت تقرير باللي أنا شايفه وبرأيي، وببعته لطبيب العظام استشيره، وبالبرنامج اللي احنا بننفذه. وممكن اروح معاه كمان على فكره ساعات. احيانا كتير في كذا حاله انا ودكتور ابراهيم رحنا معاها، لما بنكون بقى عايزين نوصل وجهه النظر مباشره او اتناقش مع الطبيب. بصراحه في اطباء عظام كتير محترمين بيسالونا وبياخدوا راينا، ويعني بيبقى في تفاهم كبير ما بيننا وما بينهم. اعزائي المشاهدين، تسمحوا لنا نطلع فاصل؟ ورجعنا لكم بعد الفصل. وسؤال المرة دي
هوجهه لأخويا وصديقي الدكتور رامي. وزي ما أنا قلت في أول الحلقة واتكلمت عن الحب، هكلمك دلوقتي عن الحب. بتقول إيه للدكاترة زمايلك اللي شغالين معاك في المركز اللي هم يغرسهم قيمة الحب لأولادنا اللي بيتعاملوا معاهم، بتعملها إزاي؟ بص يا أستاذ خالد، نقطة الحب دي نقطة قوية جدا على فكرة، لأن أنا أي دكتور أو أي زميل بيبقى موجود معايا من الزملاء اللي هم حابين يشتغلوا أطفال، خاصة يعني إخواتنا الصغيرين اللي لسه متخرجين وييجوا يقولوا عايزين نتدرب مثلا معاكم في المركز، فباجي رقم واحد لازم أشوفه وأشوف في عينيه إن هو بيحب يشتغل مع الأطفال. عارف دي لو مش موجودة بقول له أنت مش هتكمل، مش هتستحمل، مش هتكمل. تمام؟ فالنقطة اللي بتحركنا كلنا خاصة في مجال شغل الأطفال إن لازم يكون الدكتور بيحب الأطفال وبيحب يشتغل مع الأطفال. إحنا دايماً بنعمل دورات تدريبية للدكاترة اللي معانا، مش كمجال التدريب بس العملي، لا نقدر نقول كمان في جزئية السيكولوجي أو علم النفس. لأن دي نقطة قوية جداً، لازم يعرف إزاي يتعامل مع الطفل. التعليم باللعب مثلاً؟ يعني طبعا احنا مفيش عندي في الجلسات اطلاقا اي تعنيف للاطفال ولا اي ضرب ولا اي كلام من ده خالص. الشغل كله بالحب وباللعب، حتى لو الطفل بيجي في الاول بيكون ريزيستد او بيكون رافض للعلاج طبعًا الطبيعي طبعًا، لان خد بالك هو مجهود عليه وروتين يومي عليه. وانا دايما اقول لهم يا جماعه خدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، الاطفال دي يعني كل دورها في الحياه انها بتتولد بيلعب وياكل ويشرب وينام ويتحرك. تمام؟ فكون ان انت ترهقه بفرض شبه يومي عليه يعمله، يعمل جلسات ويروح ويجي وبتاع، يعني انا كده يعتبر يعني انا بالنسبه للطفل كاني جاي على حريته وجاي على راحته، فطبيعي ان هو يقاومني، يعني طبيعي ان هو يكون ريزيستد، طبيعي ان هو يكون رافض، طبيعي ان هو يكون مش عايز يتقبل الكلام ده. فاحنا بنبتدي بقى نعمل ده بطرق معينة عشان نخليه يتقبل الشغل. دكتور إبراهيم اسمح لي بحاجة موجزة جدا لأن الوقت عندي بلغوني يعني الوقت خلاص بيخلص. رسالة لولي الأمر. رسالة لأولياء أمور الأطفال اللي هم قائمين على رعايتهم. الرسالة اللي حابة أوجهها لأولياء الأمور أن علاج الطفل سواء تأهيلهم طبعا بيجيب نتيجة، لكن محتاج صبر ومحتاج يعني وقت. فبالتالي ما تجيش على صحتك، ما تجيش على نفسيتك، ما تاخدش يعني كل مجهودك للطفل، برضو ادي وقت لنفسك ولحريتك يعني للترفيه عن نفسك. الحاجة التانية وانت بتعالج الطفل او بتوجه الطفل ناحية العلاج ما تجبرهوش على حاجة، يعني خليه هو يقوم بالحاجة بنفسه، يعني لما يقوم بيها بإرادته ده الله يفتح عليك. هيجيب نتيجة أفضل طبعا، يعتمد على نفسه هيعتمد على نفسه بشكل أفضل طبعا. الحاجة التانية خليك مبدع، يعني خليك مبدع. الإبداع من ناحية انك تحاول في البيت تهيئ البيت او تستخدم أدوات يعني تكون بديلة الأدوات اللي هو بيستخدمها في المركز وما إلى ذلك. دكتور رامي أشكرك يا دكتور إبراهيم. دكتور رامي أنا عاوز أتكلم في حاجة سريعة جدا عن دور العلاج الطبيعي في التأهيل المهني لأولادنا. ما هي دي أنا عايز أوجه لك رسالة خاصة. طبعا أنا بشكرك على المبادرة الجميلة اللي أنت عاملها قابلة بطالة، أنا من أشد المؤيدين ليها أنا والدكتور إبراهيم. أشكركم. بس فعلا أنت بتعمل عمل عظيم جدا. إحنا دايما أي أب أو أم بيجوا لنا في الأول بيقولوا لنا كلمة واحدة، يا دكتور أنا مش عايش لابني طول العمر. تمام؟ أنا عايز أطمن على ابني قبل ما أموت، إذا كنت أنا قادر أشيله وأوديه وأجيبه وأوديه جلسات حالياً أنا مش هقدر أوديه، مين هيوديه ويجيبه بعد كده؟ فإحنا بيبقى عندنا دايماً هدف بنسميه هدف بعيد المدى، وهو جعل الطفل قادراً على الاعتماد على النفس قدر المستطاع. قدر المستطاع طبقا لحالته وطبقا لامكانياته، كل طفل غير التاني، ده الهدف طويل المدى. طبعا حضرتك تفضلت بالمبادره الكريمه بتاعتك بهدف بيكمل الهدف عشان بتاعنا قيمه مضافه يعني كمان بالظبط. حضرتك بتعمل تاهيل مهني،
الطفل ده بعد ما يعني ان شاء الله يبقى قادر يعتمد على نفسه حركيا بعد تأهيل العلاج الطبيعي، هو محتاج يندمج في المجتمع، محتاج يبقى عضو وقيمة مضافة في المجتمع ينتج. ما هو هيعتمد على نفسه حركيا، محتاج يعتمد على نفسه معيشيا. انت حاسس ان انا ممكن انجح؟ بصراحة انا دخلت اماكن كتيرة في مصر كان فيها قسم التأهيل المهني ده، بشوفه عبارة عن بارتيشن صغير كده على جنب كده، حتى كنت اسألهم ايه، لا يافطة مكتوبة التأهيل المهني، ما بشوفهاش بتشتغل. تمام، فانت جيت عملت حاجة قوية جدا، اتمنى لها انها تنجح وهتبقى فايدة لكل الاطفال الاحتياجات الخاصة. يا رب يشفي ولادنا كلهم، يا رب يدينا الخير ويحفظ مصر ويحفظ أولادنا. أشكركم وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.